الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جي ابن را دخلن عبد الرزاق صاحب نماز پڑھائیں انہی پرتھمی تکبیر اللہ تیرا فلی آدن کرلن تار پر جخن رکوتے گلن شیخانے را فلی آدن کرلن رکوتے کے اٹھار پر را فلی آدن کرلن তারপরে সেজদায় গেলেন। সেজদা থেকে ওঠার পর উনি রাফেল আদিন করলেন না। কেন করলেন না উনি সেটা ভালো জানেন। আর রাফেল আদিন কিভাবে করতে হয় সহি হাদিসের দৃষ্টিতে সেটাও আপনারা দেখেন, তারপর আপনারা মন্তব্য করবেন। ইয়াদান আউয়ালান আল্লাহু আকবার মা তাকবীরাতুল ইহরাম সানিয়ান আল্লাহু আকবার মা তাকবীরাতুর রুকু' في كل ركعة. ثالثا سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع في كل ركعة. الله أكبر. رابعا عند القيام من التشهد الأول. هذه الصفة الصحيحة في الجلوس للتشهد الأول بافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى. أما في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية